هذه الأرض هي أرضنا، هنا تاريخنا، هنا كرامتنا، هنا رسالتنا، هنا حياتنا، هنا هويتنا. كلنا دعاء في الصبح والمساء، كلنا دعاء في الصبح والمساء. لبنان الرسالة، لبنان البشارة، كلنا معك، كلنا معك، كلنا معك لبنان. إنه ماتت العاطفة، مات الواجب الاجتماعي. أنا ماني جاي لهون أعمل صفقات سياسية، هاي لغيري، ولا صفقات تجارية واقتصادية، هاي لغيري، ولا جاي أعمل صفقات أمنية وعسكرية، هاي لغيري. أنا مش جاي أعمل صفقات هون، أنا جاي أشوف شعبنا المحب. أنا عندي الحل هو المصالحة. هل بيناتهم صار في دم؟ مش ما صار بيننا وبين لبنان، صارنا وبين اللبنانيين نحن مش متعاملين. وأنا ما لقيت لبناني واحد متعامل ضد لبنان، أنا ما شفت لحد هلأ. أنا بدي أسأل، هل جماعة اللي اضطروا يتركوا لبنان سنة 2000 هو جماعة حاربوا ضد لبنان؟ هو جماعة حاربوا الدولة اللبنانية؟ هو دي جماعة حاربوا المؤسسات اللبنانية؟ هو دي جماعة عطلوا رئاسة الجمهورية؟ هو دي جماعة هجروا اللبنانيين؟ هو دي فقروا اللبنانيين؟ هودي خلقين أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية في لبنان؟ بدي أفهم شو جريمتهم. ومنشوف هدم المؤسسات وتسكير البيت وتسكير القصر الجمهوري، ما بننتخب رئيس بعد 6 سنين من قفل القصر بيقول ايه معلش. وين الإجرام؟ مين المسؤول؟ مين المجرم بحق لبنان؟ انتوا اللي بتحبوا لبنان حاملين اعلامه وبقلبكم لبنان عندكم كل الدنيا. دعاء في الصبح والمساء، كلنا دعاء في الصبح والمساء. لبنان الرسالة، لبنان البشارة.